مرحبا بكم إلى الموجز الرياضي على قناة الحدث الإفريقي. أصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تقريرا مفصلا لأبرز النقاط التي تمت مناقشتها خلال اجتماع مكتبها المديري، وأكدت جامعة الكرة بخصوص ملف المنتخب الوطني الأول خاصة على مستوى إدارته التقنية تم الاتفاق على ضرورة خلق أجواء هادئة للاستعداد الجيد للمنتخب الوطني لمونديال قطر 2022. ولم يحسم التقرير المذكور في مستقبل الناخب الوطني، إذ لم تكن هناك أي إشارة مباشرة لرحيل أو بقاء البوسني وحيد خليلوزيتش. أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن انطلاق منافسات البطولة الاحترافية إنوي بقسميها الأول والثاني برسم موسم 2022-2023 سيتم في الثاني من شهر شتنبر القادم الموافق ليوم الجمعة. جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده المكتب المديري لجامعة الكرة بقيادة رئيسها فوزي لقجع أمس ثلاثاء بمقر المؤسسة في العاصمة الإدارية الرباط. أعلنت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم مساء الثلاثاء عن قرارها بشأن شكوى نادي النصر على نادي الاتحاد ولاعبه المغربي عبد الرزاق حمد الله. وكان نادي النصر برئاسة موسلي المعمر قد رفع قضية على نادي الاتحاد ومهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله تتعلق بعدم مشروعية تفاوض اللاعب المغربي مع الاتحاد. حسم نادي الجزيرة الإماراتي صفقة اللاعب المغربي أشرف بن شرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ووقع بن شرقي على عقد احترافي مع الجزيرة يمتد لموسمين رياضيين كآخر منتدب أجنبي في الفريق. ونختم بهذا الخبر، حيث أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على نحو رسمي إقامة كأس السوبر الإفريقي بالمغرب في العاشر من شهر شتنبر القادم، ولم يتم الاستقرار بعد على المدينة والملعب اللذين سيستضيفان هذه المقابلة، وذلك بعد اجتماع مكتبها المديري بحضور رئيس الجهاز الوصي فوزي لقجع. وتضمن التقرير الذي نشرته الجامعة بعد اجتماعها ما يلي: بلادنا ستحتضن يوم العاشر من شتنبر 2022 كأس السوبر الإفريقي الذي سيجمع لأول مرة فريقين مغربيين، ويتعلق الأمر بفريقي الوداد الرياضي ونهضة بركان. أتينا إلى نهاية الموجز الرياضي، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.